سهل في إنسان. هاي كثير جوات الروح في عطر بيفوم، جوا كل روح في سفر ودروم، جوات الروح في فضاء نجوم، كل روح في وجع ترجع لقلبي محلا، جوات الروح في عطر بيفور، اليوم عم شوفك عم تسجل شارة رائحة الروح، بتخبرني عن انطباعك وكيف شفت الشارة؟ تسلم لي. أنا أول شغلة مبسوط كتير إنه أنا بالشام عم سجل، صار لي زمان كتير ما سجلت بالشام، مبسوط كتير بهيدي الأجواء الأكثر من رائعة اللي عم نعيشها باستديو. أنت شفت كيف أغنية أكثر من رائعة، رح أقعد الناس بعمل أكثر من رائع، إن شاء الله يا رب يعجبهم ويحبوا الأغنية. من كلمات وديع الخوري، ألحان وتوزيع أريجان سرحان، قديش اليوم تعاملك مع السوريين مهم وقديش الدراما كتير مهمة لتوصل صوت الفنان السوري؟ لخبرك شيء، هلا بالمبدا نحن عم نحكي عن شابين مبدعين الله يوفقهم يا رب، وهيدي ما غريبه عن السوريين، يعني اللي مكسرين الدنيا بكل محل، يعني واللي اليوم السوق الفني اذا فينا نعتبره عند اكثر الملحنين والشعراء السوريين اللي عم ينجحوا كثير بلبنان وبالعالم العربي. هيدا واجبنا نحن على طول نقدم الاعمال اللي بتشبهنا، اللي بتشبه بيئتنا، لانه نحن بالنهايه سوريين وعملنا عم يوصل لكافه تقريبا انحاء الوطن العربي، او عم يوصل اوقات كمان لكل العالم، لكل المغتربين اللي موجودين بكل مكان. بقى هيدا واجبنا على طول انه ندعم الفن السوري وندعم الملحنين والمبدعين والشعار ان كانوا بكل المجالات، ندعمهم لانهم فعلا بيستاهلوا. عنا ابداع بكل مكان، يعني ممكن تشوف بكل بيت ملحن. هيدا الشيء برايي معروف عند كل الناس. يعني شو رح تضيف هي الشاره لمحمد المتزوب؟ وحكي لنا شوي عن تفاصيل الشاره، تعاونك مع هذا العمل بالذات كون له خصوصيه. يعني هلا الفكره اللي بدنا نقولها بانه الغنيه فيها روح جديده كثير، العالم صار لها زمان ما سمعت هيدي الافكار، او ما سمعت هيدي الافكار، لانه فيها فن مثل ما بيقولوا، فيها كلام بيطير العقل، واللحن حلو والتوزيع حلو. الاغنيه ما بعرف، انا برايي شيء جديد على الناس بده يعجبهم كثير ان شاء الله، اتمنى. يعني ما رح نشوفك بالدراما، عم نشوفك عم تغني شارات دراما سورية، ممكن نشوفك بالتمثيل؟ لا لا، ما يعني ما بلغيها كليا، بس الفكرة ما أنا واردة بالوقت الحالي، معقول بعدين ممكن، ليش لا، لأنه بحس أنه كمان هيدا بارت تاني لازم كمان اهتم فيه، لأنه أنا كتير بحب الدراما السورية وأنا من المتابعين. يعني الناس اشتاقوا لك، في ألبوم، في سنجل، شو بتخبرنا سكوب عبر 7 ميكس تي في؟ عم نحضر غنية كتير حلوة كمان باللهجة السورية اللبنانية، اللهجة البيضاء، يعني إن شاء الله يا رب تنال إعجاب الناس، وفي مفاجأة كبيرة مع شركة كتير كتير كبيرة إن شاء الله بنحكي عنها بوقتها. الموزع والملحن الموسيقي أريجان سرحان، أهلا وسهلا فيك بتصوير شارة رائحة الروح. بنحكي لنا شوي عن هالغنية، وشوف اليوم عم شوف محمد المتزوب عم بيسجل بألحانك وتوزيعك، قديه هذا الشيء بيعني لك اليوم؟ أهلا وسهلا فيكم. أول شيء يعني شغلة كتير حلوة إنه يسجلها محمد مجذوب، حقيقة هي الأغنية إنه تساوت بالأصل لأنه يكون هو يغنيها. الأغنية كلمات وديع الخوري، وهي من ألحاني وتوزيعي، والمسلسل مثل ما بتعرف هو رائحة الروح، إخراج المخرجة الرائعة سهير سرميني. هو التعاون الثاني بيني وبين محمد مجذوب، وإن شاء الله هيك يحبوها العالم للأغنية. بتحكي لنا وقت اشتغل على موضوع الألحان، وقت التقيت بمحمد قلت لي الغنية انكتبت خصوصي له، كيف بكون في خصوصية بالتعامل مع أي فنان أنت كملحن أو كموزع موسيقي؟ الحقيقة هو أول غنية أنا عملتها لشارة مسلسل كانت، ما كان واضح أنه هو بده يغنيها، بس آخر شيء أنه استبق أنه هو يغنيها، فصار فيك تعاون حلو شخصيا بيني وبينه، يعني انه هو كثير حب الغنية وانا كثير حبيت يعني كيف هو حتى بيغني، فحاولت انه من البدايه انه يكون تتلحن هاي الاغنيه يعني لصوته
مثل ما بيقولوا، يعني انه بالعاده غالبا صاير بهي الفتره انه الالحان غالبا بتتلحن مو مثل قبل، انه كانوا مثلا يلحنوا الاغنيه للصوت المحدد، يعني انه هي الاغنيه لهذا الصوت، فهي الاغنيه حقيقه انه تلحنت لصوته، يعني لانه في عنده امكانيات هيك كتير خاصه حقيقه محمد مجذوب، وهي من عمل فيها كمان شيء على الصعيد الصوت وعلى الصعيد التوزيع الموسيقي فيه شيء جديد، يعني ان شاء الله هيك يعني تطلع حلوه. حقيقه كتير بيعني لي كلماتي تتسجل وتصير اغاني، يعني الاشياء اللي بكتبها، وبيعني لي اكثر انه تتلحن بطريقه حلوه ومعاصره مع أريجان سرحان. عامل قبل حلو مع أريجان سرحان، وهذا تاني تعاون لك مع محمد المجذوب، بوجه لكم تحية. قد ايه بكون هالتعاون عم بنسق اليوم بعد يوم، عم شوف الشارع عم تكون أجمل، عم شوف الكلمات؟ حقيقة بحب صوته لمحمد مجذوب، يعني بحسه صوت شعبي جميل حقيقة، وعنده قدرة ليعمل شي حلو.